حلقة جديدة من ضفاف على شاشة العربي 2، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وتحية لمنى. تحية لك ألاء، تحية لجميع المشاهدين. نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وفنية، تتابعون في حلقة اليوم. إمبراطورية الأضواء تباع بمبلغ قياسي في نيويورك. أعمال الفنان البلجيكي روني ماغريت تعود إلى الواجهة في مئوية السوريالية. فيروز في التسعين، احتفاء بذكرى ميلاد أسطورة الغناء اللبنانية. جارة القمر، عقود من الإبداع وإرث موسيقي قدر بألف وخمسمائة أغنية. بمشاركة نحو 550 دار نشر، افتتاح الدورة 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب. والأردن ضيف شرف، وعبد الله الغنيم شخصية العام. كانت هذه أبرز المواضيع مشاهدينا، وبداية حلقتنا ستكون مع عالم الفن التشكيلي وأبرز أعمال البلجيكي روني ماغريت. كونوا معنا. أهلا بكم. سجلت دار كريستيز للمزادات في نيويورك رقما قياسيا في بيع لوحة إمبراطورية الأضواء للفنان البلجيكي روني ماغريت. نعم صحيح منى، فبعد 10 دقائق من بدء المزاد في مركز روكفلر بيعت اللوحة ب 121 مليون و 160 ألف دولار، وهو مبلغ قياسي لعمل فني من الحركة السوريالية. بالفعل، لامبير دي لوميير هي سلسلة من اللوحات التي تم رسمها بين عامي 1953 و 1954. السؤال ألاء هنا، بماذا اشتهرت هذه اللوحات، وكيف تكون لوحة سوريالية وهي في ظاهرها غير ذلك تماما؟ نعم، يعني تثير هذه اللوحة الغموض في الكمال، فهي تظهر ظل النهار فوق منزل تحيط به عتمة الليل، وهذا ما يفسر سورياليتها. رسمها ماغريت ب16 نوعا مختلفا من الزيت وستة أنواع مختلفة من الطلاء. إذن في مركز بومبيدو في باريس يتواصل المعرض الفني عن مئوية السوريالية حتى شهر يناير المقبل، من خلال عرض ما يقارب 500 عمل فني ووثيقة تكشف عن خصوصيات هذا التيار الفني الذي قادته أسماء مثل سلفادور دالي، مثل روني ماغريت، مثل جورجيو دي كيريكو، وأيضا ماكس إرنست. هذا المعرض كشف أيضا عن أسماء فنانات سورياليات بقين في الخفاء، مثل الفنانة الفرنسية دورامار صديقة بيكاسو وملهمته، وليونورا كارينغتون الفنانة السريالية البريطانية المكسيكية وإحدى مؤسسات حركة تحرير المرأة في المكسيك. وهناك أيضا دوروثيا تانينغ، وهي رسامة أمريكية ونحاتة وشاعرة، تأثرت أعمالها المبكرة بالسوريالية. ويقدم المعرض الأعمال الفنية السوريالية في 13 فصلا تتراوح بين اللوحات والصور الفوتوغرافية والموضوعات التي استهوت الفنانين السورياليين وشكلت مصادر إلهامهم. وسنعود الآن إلى الفنان السوريالي البلجيكي روني ماغريت، الذي اشتهر بإبداعه لوحات ذكية ومثيرة للتفكير. ماغريت الذي توفي عام 1967 غالبا ما يصور أشياء عادية في سياق غير عادي. نعم، نقدم لكم ثلاثة من أبرز لوحات روني ماغريت، ونبدأها بعمل بعنوان ابن الإنسان، Son of Man، شخص يلبس معطفا طويلا ويعتمر قبعة سوداء يفصل بينه وبين البحر سور حجري صغير، السماء فوقه ملبدة بالغيوم وتغطي جزءا من وجهه تفاحة خضراء كاملة في غصنها، فلا يظهر من وجهه سوى
جزء من عيني اليسرى، هذه هي اللوحة هذه هي الشهيرة. اللوحة الشهيرة جدا. ننتقل إلى لوحة الغليون. سوسي ني باز اون بيب، هي عبارة فرنسية تعني هذا ليس غليونا، وتعني أن يعني ما نراه مجرد صورة عن الغليون. تجلت في هذه اللوحة طبعا فلسفة ماغريت الفنية. نعم، لوحة أخرى، لوحة جولكوندا، وتصور مشهد، طبعا هذه اللوحة الشهيرة، مشهد رجال يمطرون وهم متطابقون تقريبا مع بعضهم بعضا، يرتدون معاطف داكنة وقبعات مستديرة ويتساقطون مثل قطرات المطر أو وكأنهم يطوفون في الفراغ. تتميز الخلفية بمباني ذات أسقف حمراء وسماء معظمها زرقاء غائمة جزئيا. نعم، لا، هذه عينة من تيار فني متمرد واجهته انتقادات بأنه يتجه نحو المتاهة. يعني نسأل، هل معنى ذلك أنه بحلول السوريالية فقد الفن جماليته المعهودة؟ وما هي خصوصيات أعمال روني ماغريت تحديداً؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا من الرباط الناقد الفني المغربي الدكتور عزيز إصغاي. أهلا ومرحبا بك معنا في ضفاف. ونبدأ من التساؤل الأول، يعني من الانتقادات للسوريالية أنها لم تصنع الفن بل تتجه نحو المتاهة حسب رأي النقاد. أين يكمن دكتور محور الجمالية في العمل السوريالي؟ أولا شكرا على الاستضافة. بالنسبة للسؤال حول الانتقادات التي وجهت للمدرسة السوريالية، أعتقد أنه لا وجود لأي تيار فني أو مدرسة فنية أو ممارسة فنية لم تتعرض للانتقاد، هذا من جهة. ثانيا، مسألة جمالية السوريالية، هنا ينبغي أن نستحضر مسألة أساسية، وأن الفترة التي ظهرت فيها السوريالية وهي مطلع القرن العشرين وبالضبط مع صدور بيان الشاعر الفرنسي أندري بروتون سنة 1924، يعني في هذه الفترة كان تعريف الفن وتعريف معنى الجمال قد قطع أشواطا كبيرة في تاريخ الفن، وبالتالي لم يعد ينظر إلى الجمال بمفهوم الجمال بمعنى معين كلاسيكي. تطور هذا الأمر وأصبحت له معاني كثيرة، وبالتالي أعتقد أن ما يعطي لهذا الاتجاه الفني، وأقصد بذلك المدرسة السوريالية التي تختم اليوم في هذه السنة دورتها 100، يعني 100 سنة على ظهور السوريالية، هو أنها استطاعت أن تكون جوابا صريحا على زمنيتها، على الفترة التاريخية التي ظهرت فيها. وكلنا يعلم ماذا تمثل سنة 1924 التي قلت ظهر فيها البيان الأول للمدرسة السوريالية، والسنوات القليلة التي سبقتها، وأقصد بذلك الحرب العالمية الأولى التي استمرت من سنة 1914 إلى سنة 1918. لذلك هذا الاتجاه لم يشكل كما يرى البعض انتكاسة للفن، وإنما كان مواجهة صريحة، وكان صرخة فعلية تحاول ما أمكن أن تتجاوز التواطؤ، إن شئنا القول، الذي كان سائدا فيما قبل بالنسبة لعلاقة الفن بمحيطه وبالواقع. نعم، الذي ينتجه. نعم دكتور عزيز، هل يمكن أن نقول إن ماغريت فضل أن يعطي أولوية للفكرة على الجانب الجمالي فظهر فيلسوفا قبل أن يكون فنانا؟ أظن أن كل فنان، رسام، شاعر، روائي، مسرحي، سينمائي، يوجد في داخله فيلسوف أو شبه أو مشروع فيلسوف، بمعنى لا يمكن أن نفصل الممارسة الإبداعية عن بعدها المعرفي أو الفكري. فالفن في حد ذاته يمكن أن نعتبره نوعا من الفكر البصري أو الفكر المرئي. معنى ذلك أيضا أن ما يحسب لماغريت أساسا
هو أنه أظهر هذا الجانب وغلبه أكثر فيما يخص الأعمال التي قام بإنتاجها، ولربما هذا الأمر هو ما شكل ما يشبه الصدمة لكثير من النقاد ولكثير من المتتبعين، على اعتبار أن ما قدمه من أعمال كان يعتبر شيئا طريفا شيئا جديدا في مدونة التصوير الغربي حتى ذلك الوقت، ولا سيما داخل اتجاه المدرسة السريالية، كان شيئا مفارقا، كان شيئا يبدو مألوفا وفي نفس الوقت يثير غير قليل من الأسئلة ويحمل أكثر من دلالة تحيل إلى الغرابة وإلى الدهشة وإلى النوع من المفارقة. نعم، طيب دكتور عزيز، أغلب أعمال ماغريت حضر فيها الانعكاس والتقابل والمرآة، هل من قراءة فنية لذلك؟ أعتقد أن مسألة المرآة بالشكل الذي تناولها ماغريت يعني تختلف بهذا القدر أو ذاك عن حضور المرآة في الأعمال الفنية قبل القرن العشرين. ففي الماضي كانت تبدو المرآة في الأعمال الكلاسيكية، كانت تبدو المرآة نوع من الانعكاس، أداة لتعكس الواقع تقريبا كما هو. مسألة، وهذا فيه رغم يعني نوع من المجاز على كل حال، إذ لا يمكن أن ينعكس الواقع بالشكل الذي يوجد فيه حتى لو تعلق الأمر بمرآة. ماغريت في مرآته حاول أن يعطي، أن يعكس الآخر الموجود في الإنسان، في لا وعيه، في لا شعوره، في عقله الباطن. بمعنى آخر أنه يكاد أن يعطينا في عمل واحد الإنسان كما يبدو في الطبيعة والجزء الخفي منه، أي الحقيقة يعني المتوارية، أي ما يخفيه الإنسان. وهذه لربما ليست مسألة يعني سريالية كما يمكن أن تصرف، فالواقع كما نعيشه يعني في حياتنا اليومية يجعلنا نقابل أشخاصا يعني يظهرون بوجه وهم يخبئون وجوه أخرى، ليس وجها واحدا ولكن وجوه أخرى ونوايا أخرى ويعني وأفكار أخرى تجاه أنفسهم وتجاه الآخر وتجاه العالم. ما قام به ماغريت هو أنه حاول إظهار هذه الثنائية الضدية التي تميز الإنسان في علاقته إن مع نفسه أو مع الآخر أو نعم. مع العالم جميل. الذي يحيط به. جميل جدا دكتور عزيز، يعني هذا التفسير يعني لما قدمه ماغريت. طب إذا اتفقنا على أولوية الفكرة والفلسفة في أعمال ماغريت، هل يمكن أن نعتبرها مثل أعمال مارسيل دوشامب تمهيدا لتأسيس المفاهيمية؟ ما رأيك دكتور عزيز بذلك؟ في تقديري الشخصي أن كل المدارس التي ظهرت على الأقل من نهاية القرن التاسع عشر إلى يوم الناس هذا كلها كانت موجودة ضمنيا في كل التجارب التي تختزل تاريخ الفن بشكل أو بآخر، والمراحل والفترات التي تظهر فيها هذه الاتجاهات تكون فقط لحظة اكتمال، لحظة اكتناز، لحظة تبلور، إن على المستوى الفكر أو على مستوى القناعات أو على مستوى الذوق أو على المستوى التقني والجمالي. إذن علاقة ما يعني علاقة ديشون مع ماغريت، ينبغي أولا أن نؤكد أن الفترة الزمنية التي ظهر فيها كل من الفنانين هي تقريبا فترة واحدة. ديشون والأشياء التي يعني الإنشاءات التي عرضها في أمريكا في بداية القرن، بالنسبة للكثير من الأعمال التي اشتهر بها ماغريت كانت أيضا في 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 تقريبا في نفس الفترة، تقريبا في العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن. لذلك لا أظن أن الـ أن الـ أن الـ ديشون يستمد روح عمله مباشرة من ماغريت، وإنما هو تنويع فيه نوع من الجرأة، فيه نوع من مسح الطاولة إن شئنا،
بالنظر إلى ما نعم. كان سائدا آنذاك من اتجاهات في الختام فنية دكتور عزيز، يعني لابد من أن نسألك عن لوحة سوسي ني باز اون بيب، أو هذا ليس غليونا، يعني هاللوحة التي أثارت الكثير الكثير من الجدل، حتى أنها فسرت بأكثر من وجهة نظر، كيف تفسرها أنت باختصار دكتور عزيز؟ هذا الأمر يحيلني على مسألة أساسية تحدث عنها كانت، وهي الشيء كما نراه هو الشيء في حقيقته والشيء كما نراه. فدعيني أذهب أكثر من ذلك وأقول لك إن اللوحة التي نراها الآن أمامنا، أقول لك هذه ليست لوحة روني ماغريت لسبب بسيط، إنها صورة فوتوغرافية للوحة الأصل. ونفس الشيء هذا ما قام به كل أعمال التي قدمها تاريخ الفن، ليست تمثيلا حقيقيا للواقع، وإنما هي صورة، هي يعني رؤية خاصة لفناني من زاوية معينة. لذلك هذا البايب ليس هو البايب، أو ليس الغليون الذي نراه في الواقع، ولا يمكننا تدخينه حتى. لذلك فإن تعبير يعني ماغريت كان واضحا في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الناقد الفني المغربي الدكتور عزيز إصغاي على هذه المشاركة. شكرا. شكرا لك دكتور عزيز. مشاهدينا فاصل ونواصل ضفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم. قبل 90 عاما ولدت أسطورة الفن اللبناني المطربة فيروز. نعم، لا هي نهاد حداد، وفي أوراقها الرسمية سجل أنها من مواليد 20 من نوفمبر، لكن الأكثر شيوعا أنها ولدت في مثل هذا اليوم، أي في 21 من نوفمبر. تأتي ذكرى ميلاد فيروز هذا العام في ظل حرب إسرائيلية على لبنان وتواصل حرب الإبادة في غزة. بالفعل فيروز التي غنت لأجيال عربية ورافقنا صوتها في مراحل تاريخية، يعني طبعا معظمها فيه مرارة، وبعض هذه المراحل مشعب الأمل، غنت وطنا يرى البعض أنه متخيل أو لم يبقى منه إلا ألحان وكلمات. بقي صوتها وحضورها الذي لا غنى عنه يمنح السلام في عز الحرب، ويمثل سحر الفن الخالص والراقي. تقول بعض المصادر أن فيروز غنت نحو 1500 أغنية، عرف منها نحو 800، وهناك أعمال كثيرة غير مسجلة يعود معظمها إلى أربعينيات وخمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي. ويقدر مؤرخو الفنانة فيروز عدد أعمالها الفنية خلال نحو 3 عقود من التعاون مع الأخوين الرحباني عاصي ومنصور بنحو 800 أغنية وبضعة أفلام ومسرحيات، بينما تقدر بعض المصادر أنه تم بيع أكثر من 150 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم. إذن الاحتفال بذكرى ميلاد السيدة فيروز تحول إلى تقليد راسخ في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. صحيفة النهار اللبنانية احتفت بذكرى ميلادها 90 ونشرت هذا الرسم مع عنوان عريض: يا صوتي ضلك طاير. ونشرت الصحيفة مقالا لأكرم الرئيس بعنوان: إلى فيروز رح نضل نحبك تتخلص الدنيا. على صحيفة العربي الجديد كتب هيثم أبو زيد: يأتي عيد ميلاد فيروز 90 في ظروف لا يستطيع معه لبنان أن يقدم احتفاء لائقا بأيقونته الكبرى وسفيرته إلى النجوم. وأضاف مشاهدينا: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وعلى الجنوب خصوصا، وانشغال المجتمع بأخبار الحرب ومشاهد الدمار ونزوح الأسر، يجعل من أي حديث عن الغناء ونجومه ترفا لا يملكه الشعب المنهك قبل اشتعال الحرب وبعده. ونشرت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغاني على منصة أكس تحية حب وامتنان لفيروز في يوم ميلادها: لن نذكر رقما بجوار عيدها، فهي ما ارتدت يوما عمرها
الأساطير لا عمر لها. حساب فيروز على تويتر كتب احتفاء بذكرى ميلادها. فيروز لم تولد في 21 نوفمبر، فيروز طبعا تولد كل صباح في دكان بائع الخضار، في كل بيت بجانب القهوة، تولد بين العشاق وفي كل شتاء مع المطر والثلج. فيروز تولد كل يوم في المقاهي القديمة. ونشر الحساب فيديو قديم لفيروز تتحدث فيه عن رحلة العمر، وتقول فيه: هالعمر هو مشواري الفني لما وقف يوم. نتابع. ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر. مشاهدينا، وللغوص في بعض من تاريخ فيروز وتأثيرها في الساحة العربية الفنية، ينضم إلينا من القاهرة المؤرخ الفني والناقد محمد شوقي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ محمد. ولنبدأ من البدايات، كيف كانت بدايات السيدة فيروز، ومن أكثر من تأثرت بهم من المطربين والمطربات في البداية؟ طبعا الست فيروز هي عصفورة الشرق وصوت الأمان وسط الأزمات والحروب، وصوت الأمل لكل العشاق والمحبين. فيروز أيقونة من أيقونات الزمن الجميل والزمن الحالي. فيروز هي بدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة لم تتجاوز 14 عام، عندما سمعها الأخ محمد فليفل، أحد الأخوين فليفل، في المدرسة، وسمع صوتها وأعجب جدا بصوتها. وفي ذلك الوقت كان محمد فليفل بيجوب مدارس اللبنانية، يبحث عن الأصوات الجميلة في الإذاعة اللبنانية لضمها للإذاعة اللبنانية في الأناشيد الوطنية. وقد كان بالفعل ضم صوت فيروز هذه الفتاة الصغيرة ذات الأعوام 14، وقد ضمها في الإذاعة اللبنانية لتنشد الأغاني الوطنية اللبنانية الحقيقية الجميلة. برغم معارضة والدها في ذلك الوقت، إلا أنه أقنعه بأنها فقط ستغني أغاني وطنية، وبالفعل شادت فيروز وقدمت أغاني وطنية في الإذاعة. ثم التحقت بالمعهد الموسيقى بلبنان، وتبناها فيما بعد الموسيقار الكبير حليم الرومي، الذي أطلق عليها فيروز وهي اسمها الحقيقي طبعا نهاية حداد. ونظرا لسماع صوتها الجميل فتذكره بالحجر الفيروزي، ومن هنا أطلق عليها اسم فيروز التي اعتزت بهذا الاسم طيلة حياتها إلى الآن. ومن الحليم الرومي قدمت فما بعد ذلك في الإذاعة المصرية، غنت أول أغنية في الإذاعة المصرية لأمام اللجنة الاستماع أغنية يا زهرة في خيالي للموسيقار فريد الأطرش، وأعجب كل من سمع فيروز. وثم بعد ذلك للأخوين رحبان. وتأثرت الفنانة الكبيرة فيروز بأصوات كثيرة، منهم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة أسمهان وليلى مراد. نعم. طيب أستاذ محمد، فيروز يعني ورحها بنا قصة حب للفن وقصة حب للحياة، كيف يعني أخبرنا أكثر كيف كانت هذه القصة وكيف أثرت على الموسيقى العربية؟ لم تشهد الموسيقى العربية على الإطلاق مشروع فني موسيقي عظيم مثل مشروع فيروز والرحبانية. وكان هذا المشروع هو مشروع يعني جعل الأمة العربية كلها تعيش نهضة موسيقية حقيقية منذ عقد الخمسينات حتى وقتنا هذا. طبعا تعرف عليها الرحبانية من خلال حليم الرومي، اللي طبعا أوصى عاصر رحباني بأن هناك صوت جديد، وتعهد إليها بسماع صوتها وتقديم ألحان لها. وبالفعل بدأ الرحباني، خاصة عاصي الرحباني، بدأ يعمل لها ألحان بسيطة خفيفة لصوتها، وبالفعل
بدأت مسيرة رحبانية حتى تم الزواج بين السيدة فيروز وعاصي رحباني في منتصف الخمسينات، وكان هذا الزواج زواج باركه جميع محبين الغناء والموسيقى في لبنان وفي العالم العربي، وبدأت مسيرة فنية موسيقية حافلة بالأمجاد، الأمجاد الموسيقية. وكانت أغاني الرحبانية مع فيروز أغاني مقتضبة قصيرة في زمن الأغنية الطويلة، ومع ذلك تميزت أغاني فيروز والرحبانية وتخطت حاجز الأغنية الطويلة، برغم أنها كانت أغاني قصيرة إلا كانت أغاني كلها عمق ونضج في الكلمة، في اللحن، في الموسيقى، في الأداء، وكانت يتغنى بها العالم العربي أجمع حتى وقتنا هذا. نعم، وهذا يعني ما أدى إلى نهضة المسرح الغنائي اللبناني كما ذكرت أستاذ محمد. وأيضا تطرقت قبل قليل لعلاقة فيروز بمحمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أيضا أم كلثوم، حدثنا أكثر عن هذه العلاقة وكيف كانت، وهناك العديد من الصور التي تجمعها مع هؤلاء الفنانين الكبار في ذلك العصر. طبعا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم عندما سمعت صوت فيروز طبعا انبهرت بهذا الصوت الأداء الجميل، وكانت دائما تغني عندما تأتي السيدة أم كلثوم إلى لبنان لتغني، كانت دائما السيدة فيروز في صحبة أم كلثوم، وهناك الصور العديدة التي جمعت بينهما، وهذه الصور فيها كل المودة والمحبة. وحتى أن عندما سئلت كوكب الشرق عن فيروز أجابت وقالت إنها صوت يحلق في السماء. وبالنسبة للموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب فقدمت معه ألحان عديدة، منها جارة الوادي وأصهار وسكن الليل وزرون، وطبعا إلى جانب الألحان اللي تغنت ألحان سيد درويش بمساعدة الموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب. وإلى جانب أيضا أن الموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب عندما سئل عن صوت فيروز قال جملة جميلة جدا: في صوتها سر لا يعلمه إلا الله. الله، حلو. غنت فيروز للوطن، لكن البعض يرى أن الوطن الذي غنت له متخيل، ويمكن ليست أغنية يا جبل البعيد سوى بعض من هذا الحنين إلى الوطن. برأيك هل كانت أغاني فيروز الوطنية مجرد أمنيات وأغنيات حالمة بعيدا عن الواقع؟ لم تغني مطرب ولا مطربة في أغاني الوطن مثلما غنت فيروز. فيروز كانت تتغنى للوطن بعشق، بحب، بقصص جميلة جدا يتضافر فيها حب الوطن، قصص عاطفية تتضافر بها حب الوطن، مثل قصيدة، مثل أغنية شادي، هذه الأغنية الجميلة التي يتغنى بها العالم بأجمع من جيل إلى آخر، وهي وهي أغنية قد يتصورها البعض أو الكثير أنها عاطفية، ولكن هي وطنية في العمق، إلى جانب أنها لم تترك بلد عربي إلا وغنت له. غنت لمكة، غنت لبغداد، غنت للأردن، غنت للكويت، غنت الإمارات، غنت لمصر، مصر عادت وشط اسكندرية، وغنت أيضا وغنت للقضية الفلسطينية كما لم يغني أحد لها، زهرت المدائن والقط العتيقة ولا ننساك يا فلسطين، وغنت لبنان هذا الوطن، وطنها الحبيب، الحبيب إليها والحبيب إلينا كأمة عربية، غنت بحبك يا لبنان. وهذه الأغنية التي كلما نطقت بها فيروز صفق لها الجميع، وكأنها تقول بالقلب، من القلب وليس بالصوت، بحبك يا لبنان. نعم، يعني هذا إرث فني كبير والأساطير لا عمر لها. سيد محمد، أخيرا الآن بعد 70 عاما، برأيك ما هو تأثير فيروز الحالي على الأجيال العربية وعلى الفن العربي؟ فيروز أبدا لم تغب يوما من جيل إلى آخر، منذ ظهرها في مطلع الخمسينات وحتى الآن، فيروز من جيل إلى آخر يستمع إلى أغانيها ويعيد اكتشاف هذه الأغاني ويقدمها من آن إلى آخر على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتبادل الأجيال سماع أغاني فيروز كما لو كانت حاضرة معهم إلى الآن. وميزة هذه الأغاني أنها أغاني تعيش ويكتب لها الخلود، وتعتبر فيروز هي آخر أساطير جيل العمالقة في الفن والموسيقى.
شكرا جزيلا لك من القاهرة المؤرخ الفني والناقد محمد شوقي، شكرا على هذه المشاركة. نعم مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات ضفاف، رافقونا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الأسبوعية التي نرصد فيها أبرز التفاعلات الثقافية على المنصات الرقمية. لم يمضي شهر على فوز روائي الجزائري الفرنسي كمال داوود بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية حتى وجد نفسه محاصرا بتهمتين، إفشاء سر طبي واستغلال قصة مريضة في الرواية التي فاز بها، رواية الحوريات التي لم يصرح فيها أنها قصة حقيقية وكان يعتقد أنها من وحي خياله. القصة مشاهدينا بدأت عندما بثت قناة ون تي في الجزائرية مقابلة مع فتاة تدعى سعادة عربان تكشف فيها أن رواية الحوريات تروي قصة نجاتها من الموت بعد تعرضها لمحاولة قتل ذبحا على يد مسلحين متطرفين وذلك دون موافقتها. وفعلا تحكي الرواية التي تجري بعض أحداثها في وهران قصة شابة فقدت القدرة على الكلام بعد تعرضها لمحاولة قتل ذبحا، ويظهر من فيديو الفتاة التي تحدثت للقناة الجزائرية أنها تجد صعوبات في النطق، وهنا مشاهدينا تروي قصتها كاملة. يبقى السؤال مشاهدينا، كيف حصل داود على القصة وما علاقتها بإفشاء سر طبي؟ تقول سعادة عربان إنها كانت تعالج عند الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، عائشة دحدوح هي زوجة الكاتب داود. محامية الفتاة قالت إن الطبيبة أعطت كل ملف مريضتها لزوجها وهذا ما يعد إفشاء للسر المهني. طبعا القصة أثارت جدلا كبيرا في الجزائر بعد جدل أثاره ما كتبه أصلا كمال داود عن القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر حين سأل ماذا بقي اليوم من القضية الفلسطينية. الصحفي الجزائري محمد الزاوي واجه داود في ندوة نظمها معهد العالم العربي وسأله كما يظهر في هذا الفيديو عن رده على الشهادة والتصريحات التي اتهم فيها بتوظيف قصة الفتاة دون إذنها. يقول محمد الزاوي في منشور على الفيسبوك: لم أكمل الجملة بعد، كان رد كمال داود: كنت أنتظرك. اندهشت من رده: نحن لا نعرف بعضنا البعض حتى يقول لي كنت أنتظرك، أمر مدهش. لماذا قال لي إنه كان ينتظرني؟ لم أفهم رده أو رده، وبعدها لم يقل أي شيء. بينما كتب عبد اللطيف غنوش على صفحته على الفيسبوك: رواية الحوريات جائزة الكونغر الأدبية بطعم السرقة والمحاكم. بعد صدور الرواية وحصولها على الجائزة المذكورة اكتشفت السيدة المريضة بطلة الرواية من دون علمها أنها أصبحت ضحية كمال داود وليست ضحية العشرية السوداء وحدها. أما مصعب أوكسيل فتساءل: هل خان كمال داود السر الطبي لمريضة زوجته سعادة؟ أم أن سعادة أرادت ركوب الموجة؟ أو أن أطرافا تسيس أو أرادت تسييس القضية؟ هذا كل ما لدينا مشاهدينا، فقرتنا الآتية جولة ثقافية في عواصم ومدن عربية، ابقوا معنا. أهلا بكم. بشعار العالم في كتاب انطلقت فعاليات الدورة 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب
بمشاركة 544 دار نشر من 31 دولة. نعم، تقول وزارة الثقافة الكويتية إن اختيار شعار العالم في كتاب تأكيد على أهمية الكتاب ودوره في تكوين ثقافة المجتمع. ويحل الأردن ضيف شرف الدورة هذا العام، في حين أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب اختيار العالم الجغرافي والمحقق اللغوي والمترجم الكويتي عبدالله الغنيم ليكون شخصية المعرض. نتابع. حقيقة احنا اليوم يعني نسعد في هذه الدورة لمعرض الكتاب 47 عام من معرض الكتاب في دولة الكويت، اخذ عنوان يعني لحدث ثقافي كبير لدولة الكويت، وهو يعتبر الحدث الاهم على مدار العام. مشاركة أكثر من 5 دور نشر قطرية مشاركة في المعرض، أيضا الكتاب متواجدين مع دور النشر لديهم حفلات توقيع، فهذا شيء يعكس أن في قطر هناك إنتاج فكري ومؤلفين قادرين أنهم ينتشرون ويتعرفون على ثقافات أخرى. اللقاء من كل الناس تأتينا لزيارتنا من أجل الاطلاع على الثقافة العمانية، على الكتب العمانية، على الحضارة العمانية، على مكونات الإنسان العماني اللي موجود في عمان، للتعرف عليهم وللتعرف عن قرب جدا. طبعا الإصدارات الدورية غنية عن التعريف، مثل ما تعرف هي عالم المعرفة وعالم الفكر، سلسلة إبداعات عالمية، مجلة الثقافة العالمية، سلسلة من المسرح العالمي، هي الإصدارات الدورية، هي المشروع الثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. مشاركات كثيرة، أكثر من 400 جناح، إصدارات كثيرة، يعني أجنحة لشركات دور نشر رائعة ولها مكانتها ولها ثقلها. هذا هو معرض الكتاب في دولة الكويت. إلى الأردن، تزين جماليات فن الجرافيتي مبانية في العاصمة الأردنية عمان، بعدما حول فنانون أردنيون جدرانها إلى لوحات فنية تعبر عن الإنسان والمكان، وذلك في إطار مهرجان بلدك للفنون العمرانية الذي يقام كل سنة منذ عام 2013. نعم، لا، وانتشرت على بعض جدران المباني في عمان عبارات تؤيد المقاومة في فلسطين وتدعو إلى الحرية، وأخرى تحث على الابتسامة، ومنها ما يعارض التدخين. نتابع هذا التقرير.
الفن الجرافيتي من أهم الفنون الحية في العالم، وفن حديث ومتجدد دائما، وجوده في عاصمتنا عمان يعني بدأ من فترة تقريبا من أكثر من 10 سنوات. هو بالأساس هو فن بيعتمد على الجمال، لأنه يعني الجمال اللي بيخليك تشد نظرك إله، بيخليك ترتبط فيه، ومن خلال الجمال ممكن أنت تغلفه بمسج أو رسالة ما حسب الحق اللي أنت أو الرسالة اللي بدك توصل لمجتمعك. يعني إحنا مثلا في هاي الجداري اللي حوالينا قلنا نأكد على مفهوم حقوق الطفل، أهمية أن يكون عنده حق اللعب، يكون في مجتمع صحي، في عنده مياه متوفرة. مهم أن الجمهور يشوف فن في الشارع، لأنه الشارع دائما ما نعتبره أنه بس للمرور، بس الشارع أنه ممكن يوصل لك رسالة، يوصل لك قيمة جمالية، يبني خصوصا عند الأطفال أهمية الجمال، أهمية اللون، أهمية الرسم، وهذا الشيء بيطور جيل في المستقبل، جيل صحي متوازن مش عنيف، بحب الفن، بحب الثقافة. في جداريات بعمان بشوفهم أنا حلوين، كلهم حلوين، بيعطوا بهجة للمكان وحركة وروح، ألوان حلوة، وكل جدارية بترمز لأمر معين. في جداريات بترمز الأطفال للمقاومة للحرية، جداريات بترمز للمرأة. أنا لفت نظري وحبيتهم أكثر شيء جدارية بترمز للمرأة وحقوق المرأة. رسوم جميلة وفن راقي طبعا، ونتمنى أنه هاي الجداريات تمثل عن تراث الأردن وحضارة الأردن، تعريف السياح بحضارة الأردن، عشان نكون كدليل سياحي داخل الأردن، وألوانها زاهية وجميلة، يعني في شيء جميل بالأردن، تعطي جمال للمكان وبتزيد من زينته، زائد إنه بتسبب فضول الإنسان إنه شو هاي الرسمة، ليه رسموها، وكمان كتير بنشوف ناس إنها بتصور عندها. وإلى مصر مشاهدينا، حنين في مصر إلى فرقة المصريين، وهي فرقة غنائية أسسها الموسيقار هاني شنودة مع 3 من الموسيقيين عام 1977، واشتهرت آنذاك قبل أن يتوقف نشاطها عام 1988. نعم ألا يعني حالة الحنين هذه أثارها عرض أغاني الفرقة في المسلسل المصري حالة خاصة، لتتعرف عليها أجيال جديدة لم تعاصرها. فعلا تعرف الجمهور من الجيل الجديد على أغاني هذه الفرقة من خلال سهرة في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز. كانت سهرة لفرقة المصريين بشكل جديد وقيادة الموسيقار هاني شنودة. شيء من الماضي والحاضر في التقرير التالي. اللحظة اللي خلتنا نرجع تاني لفرقة المصريين هي بعد ما شفنا قد ايه الناس حبت الموسيقى بتاعتنا في مسلسل حالة خاصة، وقد ايه اجيال كتير جدا صغيرين، اطفال عندهم 13 سنة و14 سنة بيسمعوا الباند وموجودين في كل حتة، فقلنا ليه ما نرجعش تاني. زي ما انا قلت ان المطربين دول كنت بعدهم انهم يبقوا مطربين المستقبل، لكن لما نجح المسلسل بتاع حاله خاصه قلت طب يعيدوا تراث المصريين، فاستخدموا له اعاده، فالظروف تجمعت وقدرت ان انا اعمل حاجه تليق بفرقه المصريين. البند معروف من بدري، يعني هو البند زمان كان مشهور برضو، كان عامل ضجة كبيرة،
ودلوقتي بعد مسلسل حالة خاصة بالذات حصل فيه ضجة كبيرة أكتر، حتى الشباب بقوا يسمعوا الأغاني بتاعت المصريين القديمة، فاحنا قلنا ليه ما نرجعش نعمل ما نرجعش تاني الباند وبشكل جديد بروح جديدة، طبعا مع الاحتفاظ بروح المصريين بتاع زمان. انبسطت جدا بصراحة وكنت متحمسة جدا معاهم، كل ما الجمهور بيتفاعل معنا اكتر كل ما احنا حماسنا بيزيد، كل ما احنا بيبقى عندنا حماس يخلينا نغني احلى حاجة عندنا يعني، فلا بيفرق معنا جدا حماس الجمهور، وانا مبسوطة جدا باللي كان حاصل النهاردة، ومبسوطة ان لسه الاغاني عايشة ولسه الناس حافظاها وبتغني معانا كمان، فدي كلها حاجات بتحمسنا جدا. احنا جايين من سفر، احنا عايشين في الجونة وجايين مخصوص علشان هاني شنودة، عشان دي بجد حفلة بنستناها من كل وقت، بليز اعملوا الحفلة دي كتير. هاني شنودة ليجند ما خدش حقه بالنسبة لمصر يعني، لان الراجل كان اب تو ديت، عمل الكترونيك ميوزك من السبعينات، من اول السبعينات اب تو ديت مع العالم، عمل فيوجن، دخل الكترونيك ميوزك، دخل لها معاها الموسيقى الشرقي، فالراجل ده عمل حاجه يعني التاريخ طفره، التاريخ دلوقتي هو اللي بينصفه، مش حاجه تانية يعني. ختام حلقه اليوم من ضفاف، شكرا لكم على المتابعه مشاهدينا، ونلتقي الاحد القادم. شكرا لكم منى. شكرا الاء، شكرا لجميع المشاهدين، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بالف خير، الى اللقاء.